نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية بكلارين، التي كتبت أن الحكومة الأرجنتينية أعلنت عن زيادة نسبتها 6.12% في معاشات التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يونيو المقبل. وفي البرازيل، أفادت فوليا دي ساو باولو بأن البلد الجنوب أمريكي الذي أحصى 254,220 حالة إصابة مؤكدة بكورونا أصبح ثالث أكثر البلدان تضررا بالوباء، وأضافت أن حصيلة الوفيات بالفيروس بالبرازيل تجاوزت 16,000 حالة. وإلى يومية الميركوريو الشيلية التي أشارت إلى أنه تم وضع نصف أعضاء مجلس الشيوخ وأربعة وزراء في الحجر الصحي بعد مخالطتهم لبرلمانيين مصابين بفيروس كورونا. وفي البيرو، كتبت الكوميرسيو أن تأثير وباء كورونا على الاقتصاد البيروفي كان واضحا، مشيرة إلى أنه بحسب البنك المركزي فقد تراجعت صادرات البلد الجنوب أمريكي ب 37.6% خلال مارس الماضي، وهو أسوأ أداء شهري يسجل منذ نحو 30 سنة. وننهي جولتنا من كولومبيا، حيث كتبت الاسبكتادور أن المجموعات المسلحة استغلت تعليق الدراسة بسبب وباء كورونا وكثفت عمليات التجنيد القسري للقاصرين في المناطق القروية، وأضافت أن 128 قاصرا جرى تجنيدهم أو كانوا على اتصال مع مجموعات مسلحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 13 مايو الجارية.